مرة واحد سولف لي سالفة، يقول من كانوا الأمريكان موجودين ما تعرف بأي لحظة من اللحظات نزلوا القوات الأمريكية سووا قطع، عندهم مداهمات، عندهم تفتيش، يقول انقطع الطريق ساعتين ثلاث ساعات بعد بكيف الأمريكان. يقول مرة من المرات أنا جاي على هذا الخط السريع، فجأة نزلت قوات أمريكية بالشارع. يقول عرفنا، تعودنا الطريق راح انقطع ساعتين ثلاثة. فيقول وإحنا قاعدين إجا أبو جيمسي فات نزل من المبلط فات على الترابي. صاحبي قال لي هذا أبو جيمسي يندل الدروب وعده طريق مختصر، امشي ورا أبو جيمسي. يقول والله أنا سمعت صاحبي، مشيت ورا أبو جيمسي. أبو جيمسي يمشي وأنا أمشي، شلت عيني بالمراية لقيت وراي خمس سيارات هم وراي، ربع ساعة صارن بالمئة سيارة. يمشي أبو الجمسي وإحنا وراه، نعتقد أبو الجمسي عدى طريق يخلصنا من أزمتنا. وإذا منطس الحفرة من حفرة لطس، السيارات تكسرت. إذا أبو الجمسي يطبق يطفي وينزل، يقول نزلت عليك شو وقفت؟ قلت شنو علاقتك بيها؟ وصلت ذول أهلي. قال شنو ذول أهلك؟ إحنا جايين ماشيين وراك على مود تعبرنا. قال عمي أنت مشيت وراي، أنا مودي عليك، أنا قايل لك. يقول والنوب الجماعة اللي وراي تشلبوا بيه وأنا تشلب أبو الجمسي. معنى سالفتنا من تمشي لازم تتأكد وين رايح، ومن تمشي ويا أحد لازم تعرف اللي تمشي بيه ثقة لو مو ثقة، يوصلك لمبتغاك لو ما يوصلك. اليوم احنا في أزمة، ولو أنا قايلها في كل عمرنا احنا نعيش في أزمات، والأزمات ينولد من خلالها قادة لديهم القدرة والإمكانية في أن يبصروا النور ويتبصروا إلى أين يذهبون، وهل لديهم القدرة الحقيقية على أن يعالجوا هذه الأزمات بقرارات وطنية نابعة من رحم هذه المعاناة وما أكثرها. والموجودين الآن بالسلطة يدعون أنهم أبناء المحنة وأنهم متضررون من نظام سابق، ويفتخرون بأنهم كانوا يعارضونه، وهم اليوم على أهلهم أشد بأسا وأشد ضراوة. نقبل بما حصل ولا على مضض، ولكن اليوم الأزمة العراقية اللي موجودة مختلفة تماما عن كل الأزمات التي حصلت. ليش بعدنا نمشي وراء الغربة؟ ليش بعد أصوات أهلنا نشاز وصوت الأجنبي هو القدح المعلّى؟ هل لأنه من يحكم الآن ضعيف؟ هل لأنه من يحكم الآن محكوم؟ هل لأنهم وقعوا على كل شيء؟ لا ندري. ولذلك نحن نحاكي مواقف، هذه المواقف عندما نسمعها عندما نقرأها نذهب إلى أصحاب الاختصاص والرأي والبصيرة لنتناقش معهم ماذا يجري. الكل كان يعتقد من السيد عادل عبد المهدي ومن المنظومة التي تضم القوى السياسية بأن هنالك قرارات مهمة ستصدر عنها ستعيد العراق أو تأخذ العراق إلى ما يرضي الناس، ولكن الناس غير مقتنعة بما يجري.